Thank you, Ruaha. We are shortly going to be joined by Inga Ashing, the CEO of Save the Children, to discuss their latest report. And I'll be following up with some questions. But you can also submit your queries to Save the Children. So please do send them in and she will try to answer as many as possible. But first, to Dr. Jassim Al-Mutawa, who will explore the role that governments and healthcare practitioners should play in ensuring that children are protected. السلام عليكم نرحب فيكم جميعا بحضور هذا اللقاء المبارك ونشكر حقيقة القائمين والرعاة والمنظمين لهذا المؤتمر ورعاية صحية على شكل أن الموضوع مهم جدا وخاصة في الوقت الذي نشهده ونعيشه أطرح علي سؤالين أريد أن أجاوب عليهم السؤال الأول فيما يخص بالدول والحكومات كيف أنها تدعم الأسر لتطوير نهج التربية الأسرية والتربية الإيجابية والعلمية Family and positive education so that we can do away with the violence in education and within the household. I believe والجمعيات على مستوى العالم. ولذلك أنا اقترحت بحدود 11 مقترح للإجابة على هذا السؤال وهو دور الحكومات ودور الدول في كيف تعزز التربية الإيجابية بالإضافة إلى كيف تقلل من نسبة العنف التربوي أو الأسري. المقترح الأول هو عمل برامج تهيئة للمقبلين على الزواج في بناء الصحيح للأسرة، ولعل مثل هذه البرامج أنا عملت فيها شخصياً حقيقة ميدانياً وفكرياً وتنظيرياً، وكان لها أثر عظيم جداً في تأسيس الأسرة وزيادة الوعي عند الوالدين في كيفية التعامل مع الطفل. المقترح الثاني وجود مراكز في المجتمع أو في البلد ترشد وتوجه الأسرة بمراحلها، مرحلة الحمل والولادة بالنسبة للمرأة، ثم الرضاعة والتربية للوالدين. المقترح الثالث مثل فكرة طبيب الأسرة في العالم كله، وهذا على المستوى الطبي، ممكن نحن نستحدث فكرة مستشار التربوي للأسرة. المقترح الثالث تفعيل القوانين، وهذه نقطة حقيقة مهمة جدا للدول التي تحترم القوانين. عندما تشرع هذه القوانين ممكن تضبط الأسرة، ممكن تعزز من التربية الإيجابية داخل البيت وتقلل من نسبة العنف الأسري داخل البيت أو العنف التربوي. الفكرة الخامسة وهي نعطي رعاية خاصة للأمهات من الحمل والولادة والرضاعة، يكون لهم قوانين خاصة، يكون لهم توجيه خاص، بحيث أنه المرأة لما تهتم في تربية الطفل ما يهضم حقها المادي أو المالي لو كانت امرأة عاملة. المقترح السادس هو تنشيط المؤسسات الخيرية، هذا لابد يكون لها دور في الندوات، في المحاضرات، في إدارة برامج شبكات التواصل الاجتماعي، في الورش التدريبية، في النشرات، في برامج التوعية للمجتمع في تعزيز التربية الإيجابية والتقليل من نسبة العنف. المقترح السابع دعم المبادرات. أحياناً يكون عندنا شباب وبنات في مجتمعاتنا ويكون عندهم مبادرات، لا شك أن هذه قضية مهمة جداً في دور الشباب والبنات، بحيث أن نحن نتبنى هذه الأفكار وتكون في جهة تدعمهم لتفعيل هذا الدور. المقترح الثامن عمل دراسات وأبحاث، لأن من هذه الأمور ممكن تخرج منتجات، وهذه المنتجات تكون تربوية تساهم في استقرار الأسرة وفي انطلاقتها. المقترح التاسع توظيف التكنولوجيا، ممكن يكون في روبوت تربوي داخل البيت وهذا الروبوت تلجأ له الأم أو الأب يستشيرونه فيجاوبهم. العاشر إيجاد مراكز في البلد ممكن أن يلجأ لها الطفل. فاليوم نحن أمام زمن وأمام جيل واعي جدا، ذكي جدا، يحسن التعامل مع التقنية، ولذلك من خلال التقنية ممكن إحنا نساهم وممكن نحن نربي. المقترح رقم 11 وهو الأخير بعد مقترح وجود ملاجئ أو مراكز يلجأ لها الطفل، توجيه المنابر الدينية. خطبة الجمعة عندنا كل جمعة وكل المسلمين يسمعونها وكل المسلمين يتأثرون فيها، فلما تكون فيها كلمات موجزة
ومركزة وتخدم التربية الإيجابية وتوعي المسلمين في التقليل من نسبة العنف أو كيف يديرون انفعالاتهم أو يديرون مشاعرهم أو يديرون عصبيتهم. لا شك أن في هذه الحالة سيكون هذا محور مؤثر جدا. هذا 11 مقترح أطرحه أمامكم الآن في هذا اللقاء كدور للحكومات والدول. يبقى الآن المحور الثاني، ما هي التوجيهات اللي أتكلم فيها لمساعدة الممارسين وصانعي السياسات على القيام باستثمارات ملموسة للحد من العنف من خلال تعزيز التربية الوالدية الإيجابية؟ أنا الآن أمام 10 مقترحات أخرى غير الـ 11 على مستوى الدولة والحكومة. الآن 10 مقترحات سأذكرها لكم، وهذه أقدمها على طبق للممارسين. المقترح الأول، الممارس أو المختص أو المستشار أو من يعمل في الدائرة الأسرية أو في التأثير التربوي لابد أن يساهم في صناعة القرار. المقترح الثاني، النشر، التركيز على نشر الأخبار الإيجابية. فلما يكون عندنا وكالة أنباء إيجابية وتعزز الإيجابية والسعادة والسلام، لا شك أن هذا عامل مؤثر. المقترح الثالث، إضافة مواد للمناهج التربوية والمناهج الدراسية تعزز التربية الإيجابية، وهذا على دور المناهج ودور التعليم. المقترح الرابع، وضع قوانين تجرم العنف داخل البيت وخاصة العنف التربوي، ووضع مكافآت على مستوى مبادرات، على مستوى مسابقات، على مستوى جوائز لتعزيز التربية الوالدية. المقترح الخامس، وضع ضوابط في مجتمعاتنا للشركات المنتجة للأفلام والألعاب حتى نقلل من نسبة العنف. واليوم الوكالات العالمية للأفلام والسينما والمسلسلات كلها تعزز العنف وكلها تعزز الإرهاب، وبالتالي أنا لازم يكون لي دور في وضع ضوابط لهذه الشركات المنتجة. السادس، المقترح السادس، توعية الوالدين بإرشادهم بالتربية الإيجابية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي أو مراكز التدريب أو من خلال برامج التوعية. المقترح السابع، إبراز النماذج الناجحة في التربية الوالدية والتربية الإيجابية. المقترح الثامن، إيجاد مراكز علاجية، يعني أي إنسان طفل أو كبير متضرر من العنف، طيب وين يروح؟ عنده مشاكل نفسية، عنده اضطرابات نفسية، وين يروح؟ لابد من جهة تعالجة وجهة تساعدة حتى يطلع من هذه المشكلة ويخرج منها فتستقر نفسيته وتصلح. المقترح التاسع، تفعيل فكرة سحب ولاية التربوية، يعني لو الأم ما أحسنت تربية طفلها أو الأب لم يحسن، طيب ما هي العقوبة؟ هل ممكن أسحب الطفل منهم فترة معينة ثم أرجع، ولا ماذا أفعل؟ لابد من التفكير بهذه القضية حتى لا يستمر العنف ويستمر داخل الأسر وبالتالي تتفكك الأسر. المقترح العاشر، عمل مراكز للمعلومات، هذه حتى تساعد الممارسين وصانع السياسات لعمل دراسات وأبحاث في تعزيز الوالدية الإيجابية. إذن في 11 مقترح على مستوى الحكومات والدول وعشر مقترحات على مستوى الممارسين. في هذه الحالة نكون أن انتهيت من الكلمة التي ألقيتها عليكم. وبالمناسبة أنا أسست بفضل الله 3 مراكز على مستوى العالم تخفف من العنف التربوي، كلها مراكز خيرية، هي غير ربحية، وأنا أتابع حقيقة النتائج بشكل يومي في علاج الأطفال المتضررين من العنف، وبفضل الله النتائج كانت رائعة جدا. فأنا أقول هذه الجهود لابد أن تبذل، والقضية هذه قضية عالمية، ونحن كمسلمين عندنا في القرآن الكريم وعندنا في السنة النبوية ما يدعونا لأن نحسن الحوار ونحسن المعاملة ونبث الجانب الأخلاق الحسنة في بيوتنا، فيكون فعلا قدوة أبنائنا عندما يكبرون ويخرجون للمجتمع. ونسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم إلى كل خير. Dr. Jassim Al-Mutawa there. Well, we now invite you to take a 15-minute break when you'll have a chance to visit the Innovation Hub if you haven't done already. You will find it on the Wish Summit website.
And I'll see you back here with me, hopefully in 15 minutes time, when we'll be hearing from the CEO of Save the Children, Inga Ashing. See you then.